مشاهدينا ولتفاصيل أكثر معنا أخصائي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد الطراون. أهلا بك دكتور محمد. دكتور محمد، إلى أي مدى من الممكن أن تحمي يعني الجرعة الثالثة المعززة من المتحور أوميكرون تزامنا يعني مع إعلان شركات عالمية عزمها على تعديل اللقاحات؟ أولا سيدي، مما لا شك فيه أن اللقاحات بشكل عام مهمة جدا للمحافظة على الأوضاع الوبائية وللحماية من الإصابة وللحماية أيضا من الحالة المرضية التي تحدثها الإصابة. فاللقاحات بشكل عام تقلل من احتمالية الإصابة خمسة أضعاف، وتقلل من احتمالية الدخول إلى المستشفيات 10 أضعاف، وأيضا تقلل من احتمالية حدوث المضاعفات الناتجة عن الإصابة 11 ضعفا. فتشير التقارير والأبحاث والدراسات العالمية إلى أن إعطاء الجرعة الثالثة المعززة أدى إلى رفع كبير في منسوب في نسبة الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات، مما يؤكد أن هنالك حماية قد تحدث من الإصابة، وأيضا حماية قد تحدث من الحالة المرضية التي قد تسببها الإصابة. فهذا أمر مهم جدا، يجب المحافظة على ديمومة العمل في المنشآت الصحية وأيضا المنشآت التعليمية من خلال إعطاء جرعة ثالثة معززة، لأن كما نعلم أن نسبة الأجسام المضادة أو الحماية التي تحصل من اللقاحات تنخفض بعد مرور 6 أشهر من إعطاء الجرعة الثانية، فهذا أثبت بالدراسات والأبحاث العلمية. فآخر دراسة أجريت في بريطانيا على العاملين في القطاع الصحي تبين أنه وبعد مرور 6 أشهر من إعطاء الجرعة الثانية انخفاض كبير في نسبة الأجسام المضادة والناتجة عن اللقاح. فلذلك بعد انتشار المتحور دلتا حول العالم، وأصبح هذا المتحور هو السلالة السائدة، بحث العالم عن خيارات لحماية الأوضاع الوبائية حتى تستمر ديمومة الحياة في بلدانهم، فوجدوا أن إعطاء الجرعة الثالثة المعززة هو أحد الخيارات المهمة للمحافظة على الأوضاع الوبائية. وأيضا سيدي، ذكرت منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها أنه للحماية من المتحور أوميكرون أيضا يجب الاستمرار في الإجراءات التي نعلم أنها فاعلة في السابق والتوسع فيها، مثل لبس الكمامة بشكل جيد وبشكل، وأيضا المحافظة على التباعد الجسدي، وأيضا غسل الأيدي، وأيضا تهوية المناطق المغلقة تهوية جيدة. وأيضا ركزت منظمة الصحة العالمية على الاستمرار في عملية التلقيح للحماية من المتحور. لكن دكتور محمد، يعني سأسأل يعني عن رأيك الشخصي أنت، يعني كما تتابع دول في العالم أجمع أعادت بعض الإجراءات يعني المشددة من أجل مواجهة يعني انتشار فيروس كورونا للمرة ثانية. دكتور أنت اليوم يعني كيف تقيمون الأوضاع في المملكة بالنظر إلى يعني زيادة في حالات الإصابة؟ أولا مما لا شك فيه سيدي أننا نمر في موجة وهنالك ارتفاع في أعداد الإصابات والحالات النشطة تقارب 60,000 حالة، وهنالك ارتفاع في أعداد الإدخالات إلى المستشفيات، فقد وصلت أعداد المدخلين إلى المستشفيات حوالي 1,100 مريض، نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل. وأيضا سيدي كل ارتفاع في نسبة إيجابية الفحوصات فنحن نمر في موجة، فيجب علينا احتواء الوضع الوبائي من خلال الالتزام بالإجراءات التباعد، منع التجمعات بجميع أشكالها. يجب على السلطات الصحية في الأردن التدقيق على مثل هذه الالتزام بهذه الإجراءات مثل الكمامة والتباعد لاحتواء الوضع الوبائي، ويجب أيضا عليهم التأكد من جاهزية المنظومة الصحية، لأن قد نشهد في الأيام أو الأسابيع القادمة ارتفاعا في أعداد الإدخالات. وأيضا يجب، لكن دكتور محمد، يعني إلى ماذا تعزو أنت الإدخالات، زيادة في الإدخالات؟ يعني أنت تحدث قلت في الأيام القادمة يمكن أن يكون هناك زيادة في الإدخالات، لماذا؟
أولا سيدي، كما نلاحظ الآن هنالك ضعف التزام أو شبه عدم التزام بالإجراءات الوقائية في الشارع الأردني، فعدم الالتزام بإجراءات التباعد ولبس الكمامة، وأيضا هنالك تجمعات وحفلات ومهرجانات، وأيضا ضعف الإقبال على التلقيح، وأن الزخم التلقيحي الذي كان في الأردن هو كان بين الشهر الرابع حتى الشهر السابع، فكما تشير البيانات والمعلومات أن المناعة التي حصل عليها الشعب الأردني من اللقاحات أوشكت على الانتهاء. فلذلك يا سيدي الآن كل المؤشرات تشير أننا قد ننتقل إلى مرحلة ثانية من الموجة التي ترتفع فيها أعداد الإدخالات، وهذا ملاحظ إذا نظرت إلى المنحنى الوبائي أو نظرت إلى الأرقام التي توردها السلطات الصحية في الأردن، فهنالك ارتفاع متواتر في أعداد الإدخالات. فكما لاحظنا المؤشر نسبة إشغال الأسرة في قسم العناية الحثيثة، أقسام العناية الحثيثة في إقليم الشمال، فقد زاد عن 50%، وهذا من أحد المؤشرات الخطيرة التي تشير أن الأيام القادمة قد تشهد إدخالات مرتفعة. فيجب على السلطات الصحية في الأردن التأكد من جاهزية القطاع الصحي والاستمرار في ديمومة العمل في القطاع الصحي لتقديم خدمة ورعاية مثلى للمدخلين للتقليل من أعداد الوفيات. إذن اختصاص الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد الطراونة، شكرا جزيلا لك.